السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم أسرع حريرة، يعني هذه الحريرة اللي غادي نقدم تقدر تقولي مناسبة للموظفات اللي كيجيهم ساكن من خدمة عيانين وكيتشهاو الحريرة. أنا غنقدم لهم طريقة سريعة جدا جدا. بغيتو تعرفوا كيفاش ديروا لها، تبعوا معايا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. ندوزو المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي هنا واحد القبطة ديال الكرافس، عندي هنا واحد القبطة ما بين القزبر والمعدنوس، عندي واحد البصلة، الحمص مفسخ، والعدس. يمكن يعني بغيتي ديرو الحمص هكاك ماشي مشكل. عندي هنا واحد 4 ديال مطيشات حتى 5، عندي واحد شوية زيت العود، وهنايا عندي العطريه، البزاز، كنجبير، القرفه، الخرقوم عرق، والملحه. طبعا هاد الربيع ومطيشه والبصله كل شيء مغسولين مزيان. في مولينكس غادي نشد نقطع هذيك البصله ونزيد عليها الماء ونطحنها، يعني ماشي نطحنها حتى تطحن مزيان، المهم طحنيها واحد تبقى واحد شويه بحال مشنفه. وكل واحد على حسب الرغبه ديالو، بغيتي تطحنيها مزيان طحنيها مزيان ماشي مشكل. انا كنفضل نخليها هكا واحد شويه باينه بحال هكا على هذا الشكل. كنكبها في الكوكوط وكندوز القزبر والمعدنوس والكرافس، كنزيد عليهم حتى هما واحد شويه ديال الماء. وكنطحنهم. كنطحنهم مزيان. وكنزيدهم في على البصله. نفس العمليه كنديرها مع مطيشه. كنقسمها على جوج، كنديرها في مولينكس، كنزيد عليها الماء، تنطحنها مزيان. صافي. وكنزيد في الكوكوط على البصله والربيع والقزبر والكرافس، وكنشعل عليهم العافيه، كنشعل البوطه. كنزيد على عليهم الحمص والعدس، تنزيد العطرية كاملة اللي ذكرت سابقا،
وتنحرك. يتقل عليا واحد شوية، كنزيد واحد يطرو ونص ديال الماء، نحركها. وتنزيد واحد المعلقة صغيرة ديال السمن حار، صافي. وكنسد عليها باش طيب. صافي، هي طابت بعد ما داز عليها واحد 10 دقائق تقريبا. صافي، حليت عليها وغادي تشوفي. ها هو داك الحمص، باش تعرفيها واش طاب، كتشدي واحد الحمصة بحال هكا بين يديك، كتضغطي عليها، كتولي هكا، صافي راها طابت. وكذلك هو مثال العدس، تا هو طاب كيما كتشوفوا. صافي، دابا غادي ندوز باش ندورها. انا راه ما تنجيدش فيها الشعريه او اللحام، يمكن نتوما تزيدوا الحيمات. حنا ما تنبغيوهاش باللحم، تنبغيوها هكا، ما كيبغيوش ياكلوها عليا بالشعريه ولا باللحم، تيبغيوها غير عاديه. المهم، باش ندورها كناخد واحد شويه ديال الدقيق، كنزيدو مطيشه مصبره، وكنكب عليه الماء، وكنحركوه هكذا باش ينسجم مع بعضياته. هنعاود نزيدها واحد كاس اخر ديال الماء باش نخفف هذا العجين. درت 2 كيسان ديال الماء في كاس العنبه ديال الدقيق، كنحركو مزيان. وان فوا تغلى ليا الكوكوط، نضيف ليه هاد الخليط. كتجي خفيفة وزوينة. صافي، دابا نزيد واحد شوية ديال زيت العود، ملي غدات ليا غادي نزيد عليه خليط تاع الدقيق باش ندورها. خليها تغلى عاوتاني واحد شويه. على هذا الشكل، ومن بعد هذا على حسب الرغبة، اللي بغيتو هذا غير إضافي، يعني اللي كيعجبو الحليب والبيض. يمكن إن فوا تغلى في الأخير، يمكن لك تضربي بيضة وتزيديها على الحريرة، هي تكبيها في كوكو وتحركي دغيا باش ما يتكتلش لك البيض، ما يتكتلش فيها البيض. صافي، إن فوا غلات ليا مزيان، كنقدمها على هذه الطريقة، كنحطها مع شويه ديال الحامض، شويه ديال التمر. كتجي رائعه وزوينه، وكتوجد دغيا دغيا، يعني ميم با ربع ساعه هي الحريره واجده. قدمها لكم بالصحه والراحه، نتمنى تعجبكم، وما تنساوش المشاركه في القناه والضغط على اللايك والجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهده، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.